سارة ماتت بسببك، واختي بين الحياة والموت في المستشفى بسببك. طيب ما نأجل الكلام ده لحد ما نحقق الهدف المشترك، وبعد كده أوعدك وأنا بنفسي همديلك هدايا تحط فيهم الكلام. مش قولي إن نعمل كده دلوقتي. أنا مش مدان بأي حاجة، وأنت مش هتقدر تثبت أي علاقة ليا بالشحنة بتاعت مرسلي ده. إذا قدرت أساساً تثبت إن أنا عايش هتموتني؟ موتني؟ مش هتقدر في حياتك إنك أنت توصل للعمل، وكده أنا الوحيد اللي هقدر أدلك.